مساء الخير. رحلة عمر، ذكريات وخواطر مع اللواء خالد أبو بكر باراس، مستمرون في هذه السلسلة للتعرف على أكثر من جانب في حياة المناضل باراس في رحلة النضال، الاستقلال، ما بعد الاستقلال، ما بعد الوحدة حتى سنصل، ثم مؤتمر الحوار الوطني. كل المحطات هذه تقريبا سنمر عليها. سيادة اللواء، أهلا بك. شكرا شكرا لكم، أهلا مرحبا. سيادة اللواء، من حيث انتهينا في الحلقة الماضية، انتقلت لعدن واستمرت في عدن قائد اللواء المدفعية، الصواريخ المدفعية ما كنت تعجبهم، فقرروا أنهم يرسلوك إلى روسيا، ليس حبا في الدراسة لكن حبا في التخلص منك، مش وحدك حتى، تخلصوا من رئيس الوزراء نفسه محمد علي هيثم. هذا صحيح حدث، بس في ذلك الوقت أنا لسه عينت قائد سلاح المدفعية في نهاية عام 69، وهذا الذي حدث وحكيته في الحلقة الماضية حول الانتفاضات ومحمد علي هيثم وموقفي ولقائي مع سالم ربيع وغير ذلك، أنه بعد هذا مباشرة ب 71 كان شعرت بأنني لما كان لي في البلد، وكنت خايف على نفسي على حياتي. شعرت انه في حاجات كبيره كانت محمله مطروحه علي وهي بعيده انا منها، وانا واثق في ناس كثير كذا. عندما تشعر بانك محارب وانت انسان سياسي وواثق من نفسك انك طيب وانك مخلص وانك عفوي في عملك هذا، وتشعر انه مكانتك عند القياده السياسيه أصبحت ما خطيرة يعني لما كان لك، إذا تشعر أحيانا مثل هذا وأنت في العمل السياسي الحزبي أو السياسي الثوري الوطني كله ممكن، راجع نفسك اسأل لماذا، أين الخطأ؟ إذا شعرت بأنه هناك خطأ بأن فهموك غلط مثلا فهذا مكسب كبير، لكن إذا أنت مع أن شعرت بأنه مش هم فهموك غلط إنما موقفك هو نفسه غلط، عليك أن تراجع نفسك لأن المسألة واضحة أمامك. يعني هنا أنت فهموك غلط؟ أنا فهموني غلط ولا فهموك صح؟ وأنت هذه مواقفك اللي ما تداهن فيها؟ أيوة فهموني غلط بأنه أنا لا أقصد أني ضد الثورة، أيوة، وأني يعني خطير على الثورة وأنه عندي هي شلل ولا أنا أنتمي إلى شلة معينة ومخطط معين انقلاب على الثورة وعلى الوطن وندريش، هذا ما أنا بعيد منه. أنا كنت أقف عندما أشوف هذا غلط أمامي، وحتى الآن أشوفه غلط نفس الشيء، أشوف هذاك غلط اللي حدث في فقم على الصياد هذا، وغلط أشياء، غلط اغتيال الناس إخفائهم، وهذا استمر. الأعداد كانت كبيرة فيما يتعلق بالإخفاء، الاغتيالات، الإبعاد. بعد ذلك نعم، بعد ذلك استمرت يعني موجة إرهاب الدولة. هذا إرهاب الدولة أنا سميته في الكتاب حقي، إنه إرهاب الدولة مش بسيط، معروف عند الناس، كل الناس، وأنا مش أتشفى ولا أنا أحاول أستغل الفرصة انه كلهم، لكن البعض بيسألك كلهم بيقول لك راحوا. عفوا سيادة اللواء، البعض بيقول لك، طبعا احنا بعدنا شوية عن السؤال بنرجع له بموضوع خروجك، لكن البعض بيقول لك انت الان تكتب عن ارهاب الدولة وانت يومها واحد من هذه الدولة، ليش ما كانش لك موقف من الدولة وقتها؟ على الاقل تخرج من الدولة الى الابد، ما ترجع فيها. ايش كان وجهة نظرك؟ انا كنت عسكري قائد وحدة يعني مسلحة،
ولكني مناضل وقاتلت وعملت من أجل الاستقلال، وأشوف أنه لا يمكن هذا أن يحدث، أنه هذا شيء خطأ ولابد أني أصححه. ما تترك المجال. وكنت أشعر بأنه الرئيس سالم ربيع مخدوع، وأنه في جهات تلف من حوله وهم مش مطلع على ما يجري، وأن واجبي أنا الأخوي والوطني والرفاقي أمامه أن أكلمه مباشرة وأبلغه، وبلغته بهذا الشكل. ومن ذاك اللحظة عرفت أنني أنا في خطر من ذاك الوقت. من قرر الخروج؟ وبعدها لم أجلس معه نهائيا ولا ألتجيبه. طيب من قرر الخروج إلى روسيا لدراستك، هم وإلا أنت اللي طلبت؟ لا هم. ما إيش فعلوا؟ هم في النهاية يعني كانوا خلاص، كانوا قد هم الدعاية علي قوية وعلى جماعة كثيرة من القيادات كلهم. محمد علي هيثم على سبيل محمد المثال. علي هيثم في رئيس الوزراء. أعتقد قد سافر. قد سافر. أي أعتقد، والله ما أنا متأكد تمام. نعم. لكن نحن رحنا في طائرة مننا حوالي 75 ضابط للدراسة. معظمهم ممكن 3/4 منهم غير مرغوب فيهم. أيوة. تقريبا خرجوكم بس كذا عذر، على أساس يعني هو موقف عاقل لو وجد قيادة تستفيد منه. يعني أنه أخذونا من المواقع القيادية كلها مجموعة كبيرة مننا دراسة في روسيا في مختلف التخصصات العسكرية والسياسية. درسنا بعضنا 5 سنوات وبعضنا 4 سنوات. في هذه الحالة قد هدأت الأمور. أنا لما رجعنا معظمنا في 75 قد اختفت الإرهاب والاختطاف وغير ذلك، وبدأت الأمور تتضح أكثر. قد تخلصوا منكم، قد رحتوا من عد. لا يعني ما فيش، لا يعني هدت حتى الاستمرار في نفس الخطاب المتوتر يعني ثوري، يعني بدأت سالم ربيع بدأ يعقل، بدأ يفهم، والقيادة السياسية بدأت تفهم، وكلهم يعني عرفوا في النهاية أنه خطأ، خاصة بعد حادثة طائرة الدبلوماسيين مشهورة. هذا اللي هي الذي راح فيها وزير الخارجية والسفراء الذي معه. فين الحادثة؟ كيف تمت هذه؟ في طائرة خاصة تم استدعاء السفراء بالجلسة مع وزير الخارجية محمد صالح عولقي. أيوة. كان هو وزير الخارجية يعني، وجاءوا مجموعة من السفراء البارزين من الخارج ونواب وزير الخارجية تقريبا، أنا ما أذكر أسماءهم، معروفة. نعم. يعني أسماءهم على الطائرة. جلسوا في البداية محاضرات وشرح عن النظام السياسي وإنجازاته خلال 3 سنوات ومدري إيش من هذا العمل السياسي. ثم تقرر أنهم يروحوا بطائرة يدوروا في بعض المناطق المحافظات، يطلعوا على أرضهم كسفراء على بلدهم وأوضاعها. عندما يعودوا نشاطهم سيكونوا قد عندهم صورة عن ما ذا يجري، وإيش من مشاريع تنفذ، وإيش من إنجازات للثورة يعني. وطلعوا بالطائرة وتقريبا استبدلوها بطائرة أخرى أو نفس الطائرة، مشت إلى عتق شبوة للاطلاع يمكن على قيادة المحافظة هناك، وأقلعت من عتق إلى وادي حضرموت. وبين عتق وبين وادي حضرموت بين سيئون انفجرت في الهواء فوق، وراحوا كل الذي فيها بما فيهم الوزير، ولا ما كان موجود منهم الوزير نفسه. تعتقد أنت أنه عمل مدبر؟ ماذا 100%. ما يكون خلل، اعتبروه ما يكون خلل في الطائرة، حادثة فنية وأشياء من هذا، لكنها معروفة. ليش؟ إيش كان الخطر منهم؟ خطأ فيها الطائرة؟ لا الخطر من هؤلاء الأشخاص كانوا خطرين عليهم مثلا؟
كانوا في رأيهم هؤلاء يمكن بديل للموجودين. أيوة. وهنا الأنانية والعمى، العمى الوطني الثوري المتحمس غلط. هذا في 72 تقريبا صح؟ 73. في 73 نعم، وأنا كنت في روسيا. على ذكر روسيا، ارتحت أنت من تجربة روسيا وإلا كنت متضايق أنهم أخذوك من مكانك؟ لا أبدا، كنت مخلص للدراسة، مخلص جدا وأجتهد، وأنا عارف أنهم ما يشتوني، إلى حد أنه سالم ربيع قال لهم ليش أرسلتوه ما بيفهم حاجة، هذا ليش أرسلتوه يدرس ذا ما بيدرس ولا بيفهم شيء، راسه ملان بكلام ثاني يعني كذا، عنده انطباع هكذا، كيف من وصل إليه هذا؟ خطير الرجل اللي استطاع أن يقع سالم ربيع، لأن أعرفه هو وطني شريف مخلص كل شيء، بس يصدق ويصدق الذين حوله والذين عندهم مصطلحات معينة وكلام وتظاهر بالمعرفة يعني، وكان يتأثر فيهم. قال لهم ليش ترسلوا؟ أنا وصلني الخبر أنه يقول كذا، لكن أنا كنت مستمر وتفوقت في الدراسة ونقصت عدد واحد من ما حصل الميدالية الذهبية حق التفوق في الأكاديمية، أكاديمية المدفعية والصواريخ يعني، في 75، عام 75. وهي سنة رجوعك صح؟ علامة واحدة عندي في الرياضي في الفيزياء فقط، مطلوب يعني العلامات الدرجة حقها 5 يعني متفوق خلاص، 5، 4 جيد، أنا حصلت 4، هذه نقصت قيمة التفوق 100% في كل شيء. أيوة، لكن للأسف رجعت وما رجعت لنفس تخصصك اللي درسته. ما قبلونا في السلاح المدفعية، مش مطلوب خلاص، تحولت إلى مدرس. أنا إنسان صبور وأتحمل، وكنت أقول للناس اللي يسألوني تصبر على هذا كله، أقول لهم أنا عندي ثلاجة خصوصي داخل أحط فيها المسائل، هذا تبرد داخل هنا. كنت أراهن على أنه بيجي يوم أنصف فيه، أني هكذا كنت أراهن. في مثاليات كسبناها من البيئة، الأسرة. أنصفت في هذه الفترة؟ كيف؟ أنصفت؟ أنت قلت أنه سيأتي اليوم تنصف فيه. أنا كنت براهن على أنصفت في تلك الفترة؟ في الآخر كنت أراهن على أن النظام السياسي في عدن في ذلك الوقت سيتغير بشكل أفضل نحو الديمقراطية والرأي والشفافية، وتعلقت كثيرا بما جرى في روسيا من حق غورباتشوف، الشفافية يعني الشفافية إعادة البناء أو شيء كذا، بيريسترويكا بالروسية. افتكرت أنه هنا بيحدث في عدن نفسها، فكان في ملامح منها، لكن الأيام تمر بسرعة، فبدلا من هذا التصحيح حدثت أحداث يناير الأسود، 13 يناير 86. 86 لا، هذه بنرجع نجي لها. نعم. قبلها ما انصفت؟ قبل هذه الأحداث ما انصفت؟ إلا انصفت شيئا ما في عام 78، عندها كنت أنا أدرس في أكاديمية الشرطة وزارة الداخلية في موسكو. رجعت تدرس من جديد؟ أيوة، بعثت في 76 من جديد، بعد عودتي من أكاديمية المدفعية بشهور. أيوة، يعني ما قبلت، ما عينت، أنا معين بقرار جمهوري كقائد سلاح المدفعية. في ذلك الوقت لسه في مسألة الصواريخ غير واردة في التسمية، لكن حنبوا فيني، ما هم عارفين كيف يصلحون بي، فين يحطوني، هم يعرفوا سالم ربيع مش موافق على عودتي للعمل للجيش، وأنه مفروض أروح عمل مدني إحالة، لأنه بدو حيلوا يعني عشرات أو مئات
من الضباط إلى عمل مدني وأنا رافضه. وهذا الشغل هذا مسألة أنا رافضه معناته في رأسي كلام متمسك ببقائي في الجيش وأنا مش لأي هدف. أنا أشعر هذه المؤسسة اللي الوحيدة ممكن لواحد يراهن على أنها ستكون منصفة لك بقائك فيها وتبعدك عن كثير من الأمور من الأخطاء السياسية وغير ذلك. يعني فتقرر أن أكون مدرس. أكون مدرس في إيش تدرس؟ يعني في أدرس في الكلية العسكرية. أدرس فصيلة من ضباط المدفعية الجدد. يعني اللي بيتخرجوا من الكلية في فرع المدفعية. في حدود 25 نفر منهم. أنا كنت كلام ذكر في الكتاب. أيوه. تحصلها. طيب وبعدين بعثوك من جديد إلى موسكو. للدراسة. ورجعت بنفس الحماس ولا هذه المرة فهمت الموضوع أكثر؟ عندما عدت في 78 عدت بطلب من الدولة في ذلك الوقت أطيح بسالم ربيع. سالم ربيع الله يرحمه أطيح به وأعدم. ومعروف المسألة هذا وربطوها بعض الشخصيات الذين يعرفوني ويعرفوا طبيعتي يعني في علاقة معهم كذا بالذات علي عنتر. علي عنتر لما كان هو أبعد من عدن من سالمين أيام سالم ربيع أيوة. أبعد للدراسة في أكاديمية فرنزا وهو قد كان وزير دفاع أيوة. ووجدته أنا طالب في أكاديمية الشرطة وهو موجود في موسكو بصفته وزير دفاع طوله شقة صغيرة من غرفتين يعني وزوجته معه عزم عدة مرات يعزمني على الغداء عنده ونتناقش. فأحد النقاشات كان يقول لي الله يرحمه يقول لي يا أخ خالد أنت مظلوم أنت ظلمت أنا مظلوم هو يقول لكن أنت ظلمك أكثر ما يقول شيء بنعود أنا بعود إلى هناك إلى عدن وبتتغير الأمور من اللي استدعى وسالم بعدين. ربيع بينتهي لن يبقى هذا هو السبب شوفه سببك أنت وأنا هو يقول وأنا قريب هو قدو قريب بيعود فعلا يعني. أيوه قلت له تمام الحين بيني وبينك الحكاية كما وردت حول يوسف لما كان في السجن وواحد من المسجونين بيخرج وقال له بلغ سيدك أو بلغ كذا عني أني أنا هنا كذا يعني انتظر الحين يا أخ علي لما بتعود لا تنساني أنا في السجن وانت قدك حر أيوة. كما لما خرج واحد وبلغ بيوسف هنا نعم. يعني انت عمل لي كذا قال خبرت نفسك أنا ما كتبته في الكتاب أيوة. هو هذا الحقيقة أيوة. قال انت يوسف وأنا اللاسيين صغير معناته لا هكذا قلت له ما في مثال آخر ينطبق على حالتي أنا وأنت لا هذا وفعلا عندما أطيح بسالم ربيع علي عنتر مباشرة استدعاك أيوة طلب إلغاء منحتي الدراسية أيوة يعني منحتي المنحة الدراسية ألغيت تماما وتم عودتي فورا إلى عدن. إيش كان دور علي عنتر بال دوره هو الرئيسي لا بمصرع سالمين بس في وزير دفاع مصرع سالمين هو صديقه يشق عليه لكن أعتقد ربما أنه ما كان موجود قد يجوز أنه ما كان والله مش متأكد لأنه اللي بيشوف القصة قصته ومظلوميته وبعدها أنه تولى الزمام الأمر بيربط الموضوع هو أعتقد أنه ربما يكون مش موجود ما كان له دور في هذا وربما ما بيقبل أنه سالم ربيع يتم إعدامه
وزعم صالح. هذه جميل، هذه نقطة مهمة، يعني تكتب من خلال ما تعرف شخصيته أنه مستحيل. أنا كذا أشعر بهذا. أيوة. مباشرة لما عدت، يعني في ذاك الوقت أقر مباشرة ترقيتي، لأنه أنا كنت رائد، ومن أجل انتقل للوزارة الداخلية للشرطة ينزلوا رتبة من رتبة مني مقابل انتقالي إلى وزارة الداخلية، أكون رتبة نقيب بدل الرائد. هذا طلب من صالح مصر، قال ما يقع أنت رائد، أنا الوحيد رائد في وزارة الداخلية بصفتي وزير للداخلية، والبقية كلهم أعلى رتبة هي نقيب. نقيب، أيوه. فأنت نقيب. قلت له موافق. موافق يعني لك. قال وراتبك بيبقى هو إذا ما يصح إداريا وماليا أنه يبقى أنت نقيب وراتبك راتب رايد، أنا بعمل لك إضافة بطريقة استثنائية بستشير الإداريين هنا. وقلت له مش مشكلة برضو، أنا اشتيت تنقذني. أيوه. وفعلا انقذني تماما. وإيش مسكت بعدها؟ عندما عدت أعيدت لي الرتبة مقدم. يعني محسوب لي على أنه كان مفروض أكون مقدم، فرقيت إلى رتبة مقدم. وتم تعييني مباشرة قايد للسلاح المدفعية والصواريخ. يعني وقتها دخل الصواريخ؟ موجودة قدها. في ذلك الوقت كان ورئيس الأركان العامة الله يرحمه الصالح أبو بكر بن حسينون، وكان فعلا يعني شخصية، وتمت اتفاقات على استيراد السلاح هذا. يعني هو نفس مكانك بس أضافوا للمدفعية صواريخ. أيوة، نفس التخصص حقي، وعملت فيه إلى بداية 81. طيب نقدر نقول أنه من تلك الفترة بدأت ملامح الدولة تتضح أكثر؟ أيوة. من ذلك الوقت بدأت تنفتح الأمور أكثر وتهدأ، يعني وتهدأ. كان رئيس المجلس الرئاسة أو هيئة رئاسة مجلس الشعب اللي بمثابة رئيس الدولة، والأمين العام هو علي ناصر محمد. علي ناصر محمد مرونة فعلا. وخلال الفترة من 78 في ذاك الوقت إلى عام 80-81 وأنا موجود لسه، كان في كثير من الانفتاح باتجاه الاستيراد والجانب المرن، بدلا من الاشتراكية الجافة اليابسة كذا كما يقولوا بعضهم. فعلي ناصر فعلا يعني مع المرونة، وكانت أحد التهم التي ألصقت به بعدين في الصراعات التي أدت إلى أحداث يناير 86، أنه يعني معناته مش اشتراكي بالشكل الصح، وأنه فتح مجالات للرأس مال شوية ما. أيوه. بهذا الشكل. طبعا احنا بنتعرف على متى أصبحت الدولة اشتراكية بالجملة، وكيف اختلف موضوع الاشتراكية عن نظام ثاني جدا هو رأسمالي كان اللي هو أيام بريطانيا وإلى غير ذلك. سنتعرف على هذه المرحلة، ويبدو أنه هذه الحلقة ستكون سياسية بامتياز لأنه الأحداث كلها متسارعة، فلكن نستأذنك بفاصل، وأستأذنكم مشاهدينا الكرام بفاصل من الإعلان ومن ثم نعود. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ورحلة عمر ذكريات وخواطر مع اللواء خالد أبو بكر بارا. سيادة اللواء، قبل الفاصل تحدثنا عن أنه سنعرف الدولة أصبحت اشتراكية،
متى أصبحت الدولة اشتراكية؟ ما مدى التوافق بين الجميع على أن تكون الدولة اشتراكية؟ ونحن منتقلين من دولة أخرى، دولة رأسمالية بريطانية، إلى دولة ضمن المعسكر الشرقي الاشتراكي الجديد. كلام مش مشكلة، أنا أقول لك، أنا أقول لك برأيي، وهذا رأيي من أول مش من الآن، يعني فعلا أنه الذي عشناها المرحلة ما ليست اشتراكية عمليا، هي اشتراكية بمفهوم التخلف، مفهوم غير ثقافي، غير بدون خلفيات، فعلا اشتراكية، ثقافة اشتراكية. أولا على ماذا اشتراكية؟ إيش هي؟ على من؟ على إيش؟ بلد فاضية ما فيها ماشي إمكانيات تطبق اشتراكية فيها، لا تأميم اللي عملوا تأميم على اللا شيء يعني، ولا هي مسألة تقليد، هي شعار تقليد وللتفوق على الآخرين، لإزاحة الآخرين العقلاء الذين يشعرون أنه هذا ليس مطلوب. هذا النظام كان ممكن ضبط السياسة وضبط السلطة والهيمنة بأساليب أخرى غير هذا، لكن من أجل التغلب، من أجل، فهناك ناحية المزايدات، يقرأوا كتب معينة ويطبقوها الصبح يعني. هذا ما أنا شخصيا أقول أنه ليس اشتراكية، إنما الرغبة بشكل معين للمزايدة على الآخرين. لا بس هو صاحبها، هو صاحبها تلك الفترة، الانتقال إلى المعسكر الشرقي، معسكر الاتحاد السوفيتي وقتها الاشتراكي، فبالتالي اشتراكية قد نقول، لأنه يتبع هذا المعسكر من أجل الحليف، لأنه استفادت الحليف كان يدفع الخلاف أكيد يعني، يقدم قروض معينة في الأسلحة وفي غير ذلك، وخبراء يعني يقدم أكيد 100%، ولكن إيش الذي دفع بأن يتجه نحو الاشتراكية؟ هو الصراع اليمني الداخلي يعني، نحن ثورة أكتوبر هي ليست جنوبية خالصة يعني، هي شمالية جنوبية، هي عامة فيها أبناء الشمال يعني المناضلين وجنوبيين، والغاية هي وحدة اليمن. أبناء الشمال كانوا موجودين في الجنوب، موجودين في الجنوب، موجودين في الفدائيين، موجودين يعني ضمن التنظيمات السياسية والخلايا وغير ذلك، كانوا مستقرين يعني مع أهاليهم، واللي يجوا على على سبيل المثال الذي سموه باسمه يوم الشهداء، كان يوم الشهداء في الجنوب هو 11 فبراير، وهو اليوم الذي استشهد فيه الشهيد مهيوب علي غالب، هو شرعبي، هو مهيوب علي غالب الذي اسمه الحركة اسمه عبود، أيوة. وباسمه مستشفى عبود الباقي إلى الآن يعني. فنحن كانت ثورة واحدة، وهمها يمن ككل في هذا. عندما جاء الاستقلال، الطابع الصراع مع النظام الشمال يتطلب أن تكون مخالف له النظام في الشمال يعني، علاقاته بالسعودية قوية وعلاقاته بأمريكا وغيرها يعني، فكان محتاج أنه يخالفه علشان يكون في مبرر. أيوة لابد أيوة. من توجه آخر أيوة يعني، وهنا انطلقت. الرئيس علي ناصر حاول يخفف من هذا الشيء في النهاية في اتفاقات حدثت عام 82 تقريبا، بس أنا ما كنت موجود، أنا ملحق عسكري تعينت في 81. لكن تتحدثت عن علي ناصر أنه كان منفتح. أيوة هذا طابعه كذا عندي أنا، أنه هكذا هو، مش هو مرن، مش ظاهر بتطرفه. خلفيته سياسية ولا ثورية أصلا؟ هو كوطني ثائر
ثوري قيادي في حركة القوميين العرب وفي الجبهة القومية أيضا، وله دور وطني واضح يعني ممتاز في الحركة الوطنية في الجنوب، معروف يعني. في سؤال مهم سيادة اللواء، أنه أغلب من برزوا في تلك الفترة هم من كانوا ينتمون إلى الجبهة القومية. طيب بقية الجبهات، بقية الفصائل، بقية المكونات، هل اندرجت ضمن الجبهة القومية؟ هل اختفت؟ هل هم في دورها؟ إيش حصل لهم؟ وين راحوا؟ كانوا مناضلين أيضا. في صراع حدث بين الجبهة القومية وجبهة التحرير وقتال نعم وتصفيات، يعني تماما ما غير ما لا يمكن أن يكونوا في السلطة، يعني ضربوا نهائيا يعني بصفتهم ضد الثورة مع أن هكذا. نضالهم لا يقل عن نضالكم. طبعا هم هنا هم وطنيين زينا، مخلصين زينا، ومعظمهم أيضا حفاة، لا عندهم لا علاقات غربية ولا خيانة، لكن هذه مرحلة قديمة، ده 50 سنة مرت أو نعم أكثر نعم منها، صحيح. في وقت كانت الناس كلها متشنج وكله جو الجو العام ما فيه إلا الصراع ونفي الآخر نهائيا، مسحه والتخلص منه، هذا كانت هكذا المرحلة. العقلاء اللي كانوا مش قابلين لهذا ما قادرين يقولون كلمة إطلاقا، سكتوا، وما ظهرت بعدين العقل إلا بعد ما راحت العاصفة، عاصفة حتى الرئيس العاقل علي ناصر محمد كان خايف. احنا والله أنا إيش للتاريخ بقول، نذكر للتاريخ يعني. إيش بقول عنه، يعني مرن ذكي ويسير مع الريح حيث تروح، ما يغامر وما يقاوم يعني، إلا بعدين اضطر نهائيا، ما عاد له مفر بعد ما أصبح رئيس وأمين عام في بعدها، بعد واحد بعد الثمانينات بداية يعني، حتى خلاص أصبح في وجه العاصفة، لابد أن يكون كذا ولا كذا، وجاءت الأحداث 13 يناير يعني. قبلها على كل حال أنا عاهدتك وقلت لكم لن أتكلم عن شيء إلا وأنا كنت فيه ايوه طرف. صحيح صحيح 13 يناير كنت أنا في روسيا، ها كنت ملحق عسكري في موسكو، ما حضرت يعني، لكني ما كنت منحاز لا للطرف ولا هذا الطرف لا. لكن سيادة اللواء أنا برجعك شوية، معلش أنا ايوه داري في حاجة يمكن تشي تقفز عليها بس أنا برجعك. ايوه أنت عاشرت الرئيس علي ناصر في البداية، في قصة حدثت بينكم لما دخلتم في البحر شوية، سبحتم في البحر شوية، عشان كذا كان سؤالي السابق أنه وكان خايف أيضا. هذه بداية 81 أيوة أو عام 80، إيش حصل؟ وأنا قائد المدفعية والصواريخ، فكان فيه خلاص في بدأت الخلافات، وكان هو يريد أن يتخلص من علي عنتر بصفته وزير دفاع ويشتي يأتي ببديل له، وكما يبدو هم قد اتفقوا هناك على شخص اللي بيجي محل علي عنتر، وكان يشتي يشوف رأيي أنا، ودعاني ورحنا إلى استراحة على الساحل في التواهي تبع الرياسة، مكان الرياسة تحت على الساحل في استراحة، بعدين البحر فيها نظيف ما فيش في خوف من الأسماك ومن هذا، وكان يشتي يتكلم معي حول ذي الموضوع، ولكنه خايف من أن الاستراحة حيث نشرب الكافي والقهوة أنه في تسجيلات من أمن الدولة هناك، أقوى منه أمن الدولة؟ يعني مش بس أقوى، بيسجلون وبيسمعون كلامه، ممكن أيوة وإيش حصل؟ يودونه. عشان كذا اضطر يدخلك البحر. طلبنا قال قوم نتسبح، دخلنا نسبح وبعدبي بعيد من المكان داخل عمق هناك، وبدأ يناقشنا في ما رأيي يعني كيف من هو يجي وزير دفاع.
تكلمنا في كلام عام وهكذا، نصحته أنا. هو أكيد بيسمع الآن، يعني نصحته نصيحة، قلت له شوف في ظل هذا النظام الحزب الواحد، الحزب الاشتراكي والحزب السياسي الخط هذا، لا يمكن أن يكون وزير دفاع ورئيس الأركان إلا مع الأمين العام للحزب. يعني فوزير دفاع لابد أن يكون قريب لك، يكون قريب لك، أخوك يعني، ابن عمك مثلا، يقع لك حاجة قريبك يعني منها، يكون هو. وكمان رئيس الأركان العامة برضو لما هو يقع لك حاجة يكون من الناس اللي تثق فيهم 100%، إنه هذا موقعين مهمة. ولهذا وزير دفاع قال لي مثلا كيف يعني، قلت له ممكن تجيب واحد من الشخصيات الأقرب إليك في تلك اللحظة، موجود في ذاك الوقت موجود، وأعتقد وزير داخلية اسمه محمد عبد الله البطاني، يقرب له يقرب له تقريبا. قلت له عندك وزير الداخلية محمد البطاني، وعندك أيضا جايز الأسطول البحري لليمن الديمقراطية اللي هو أحمد الحسني، أحمد عبد الله الحسني، شاب متطلع متفهم وذكي وشخصية. قلت له بعدين قايد المدفع، قايد البحرية أو قايد الطيران، من السهل أن يعين مباشرة وزير دفاع ولا رئيس الأركان. تقريبا جيت أنا بطريقة أخرى، ما جيته بالطريقة اللي يعني أنت حسيت أنه يفكر بنفس الشيء. أنا حسبته يفكر عاد ويبحث، وهو قد قال لي طيب وش رأيك في صالح مصلح؟ أيوة. قلت له صالح مصلح، إذا أنت تريد تخلص من علي عنتر وتجيب صالح مصلح، أنت ما جيت، ما عملت شيء جديد. نفس الشعبية الموجودة مع علي عنتر تتحول إلى صالح مصلح، نفس الشيء، ما بتستفيد حاجة يا أخي. ليش؟ كان قوي شخصية صالح مصلح. صالح مصلح يعني قريب علي عنتر، وعلاقاته بالقوات المسلحة والناس مش عادية. من ببساطة يصبح وزير دفاع يكسب الجميع يعني 100% صالح مصلح. قلت له ماشي فايدة يا أخي. قال أنا مش عارف إيش بينك وبين صالح مصلح. قلت له والله ما بيني حاجة، إلا أنا الوحيد اللي ساعدني في المراحل الماضية، مواقفه ساعدتني كثير يعني. ولكن ليش يعني مثلا ليش كذا، ليش يعني أنا صالح مصلح؟ قال لا خلاص ما في مشكلة. هو قال أنه يحترمك جدا، ولكنه ما بيقبل تكون أنت المدفعية والصواريخ، لأنك أنت تشوف نفسك أحسن منه وأحسن مني. شوف نفسك حاجة، ولا بيأمرك في شيء، ما بيأمر. وهو يشتي قائد يأمره كوزير دفاع، وأنت شخص مناضل، ما تنفع عند صالح مصلح، ولا يشتي يخسرك. قلت له يا أبو جمال يا أخي الرئيس، وجبتني السباحة وتعبتني هذا كله، وانتم قد اتفقتوا انه صالح مصلح يكون وزير دفاع، وتعبتني معه، بس معنى انه انا مش مقبول، معنى انه كيف، فين بدكم قررتوا ترموني او ما عادها دراسة جديدة؟ قلت له لا. قال لا اتفقنا تكون ملحق عسكري. قلت له هي خرجنا خلاص من البحر، تعبتني على ما فيه. وش رأيك انت؟ طبيعة علي ناصر ينضج الحاجة ويلف فيها ويربطها ويبردها ويحررها، ويعني تمام، ويعمل له تجهيزات كافية، يطبخها على نار هادية، وكان ناجح يعني ويعرف. لكن كما يبدو المطبخ حقه دخل فيه ناس جدد، وبدل الحطب اللي ينضج بشكل طبيعي استخدموا الغاز، واستخدموا الكهرباء مثلا،
وغير ذلك، فطلعت الطبخات في النهاية ندم بعدين على مش حق علي ناصر، ندم بعدين على القرار، على من حق علي؟ صالح مصلح. حق صالح مصلح أعتقد أنه شافوا أنه صحيح أنه ما هو مش مضمون أو أن صالح مصلح شاف أنه علي ناصر متردد ولا يحسم الأمور هكذا في شيء، وأنا كنت مش موجود، كنت في موسكو على حالي، والأول مرة ارتحت في حياتي. وعجبك يعني أنت موضوع قرار الملحق؟ أنا قبلته لأن عارف أنه لازم يكون هكذا، ولا من جديد ببدأ وبيقولوا إيش؟ بيقول ها شوف كيف، لكن ما في موجود سالم ربيع والناس الذي كانوا حارين أو كانوا يوسوسون ويخربشون أعتقد راحوا من الساحة من هذا. وحتى لو غيرت أنا ممكن أطلع بالنسبة لعلي ناصر وغيره وعلي البيض وغيرهم، ممكن أنه هذا بهراس في حاجة عنده متشعبط بالكذاب. ليش يعني مشتي؟ أنا مباشرة عرفت نفسي، قد عرفت أنه أنا وقعت في أخطاء نتيجة أني دغري وما أحسب حساب كيف الآخرين بيفهموني. طيب أنا بسألك سؤال هنا، لو عادت بك الأيام ستكون بنفس الصراحة وتكون دغري نفس هذا، وإلا بتلف تدور تعيش اللحظة وعشان أمورك تمشي بصدق؟ أنا لو كنت كما الآن بنفس عقلي الآن وفهمي للأمور وخلفيات والسياسة والتجارب وكلها، لكن بالضبط كذا كما الآن، وجدت في 30 نوفمبر بعدها، يعني جيت مثلا بداية عام 70 أو نهاية عام 70، كنت بروح برجع القرية حقي وبجلس لي في شيء من الكهوف هنا وببطل كل شيء. يعني لو حدث ذلك الوقت عندما رأيت بنفسي كيف الناس انقلبت وكيف انصدمت السياسة فيهم. خطيرة انصدمت والرفاق يعني ما عاد حد رفاق وفي خطر، يعني عشان كذا لما قلت أنه السلطة مفسدة قصدت الكل. أيوة نعم، يعني تقاتلوا ولا زالوا يتقاتلون ولا زالوا اليوم يتقاتلون وبدون مبرر، بدون مبرر، بدون مبرر، وبعدين يتصالحوا وبعدين يجي حقك الشعر ذا اقتتلت يوما فسالت دماؤها فتذكرت القربة فسالت دموعها. هكذا بيكونوا. أيوة أول شيء ينسوا الشاعر. قد كانوا كذا في الستينات تقاتلوا لما دخلوا في مصالحة بعدين هنا في الشمال يعني، ونحن عندنا هناك يتقاتلون وبعدين يخزنون مع بعض بعد فترة بسيطة كذولة يعني. ما أسوى طبيعة البشر. لا بس موضوع أنه يوصل الحال إلى أنه بتفلت بتترك كل شيء نظرا للإحباط اللي شفته، كيف أعيش في هذاك المحيط يعني الخطير؟ كيف عشت وصبرت؟ ما كان مفروض أني أصبر أخلص نفسي. في زملاء راحوا تركوا البلد، لكن أنا أعتقد أنه برضه مسألة الوطنية والعمل الوطني والاستعداد للتضحية والصبر والإصلاح الأمور والانتظار يعني تصلح الأمور وحاجات برضو تشدني كانت. وهذا اللي بنعرفه طبعا في الحلقة القادمة، موضوع إلى أي مدى بدأت الأمور تتحسن أكثر تصلح أكثر، الرحلة الجديدة في روسيا، الدور الجديد في روسيا، المبتعثون الجدد في روسيا ومن ضمنهم أسماء معروفة، احنا بنتعرف على كل ذلك. أنا في هذه الحلقة أشكرك سيادة اللواء، شكرا لك، وأشكركم مشاهدينا الكرام لطيب الاستماع والمتابعة لهذه الحلقة. نلتقيكم الأسبوع القادم بإذن الله، إلى اللقاء.